السلام عليكم متتبعين الكرام، مرحبا بكم في حلقة جديدة ديال برنامج على المصدر. دونك نتحدثوا على الصحة ديالنا في رمضان. هذه الحلقة غنخصوها للتأثير رمضان على الجهاز الهضمي. في الغالب رمضان ما كيأثرش بشكل مباشر على الجهاز الهضمي، لكن كينظم لنا طريقة العيش ديالنا. المشكل فين كاين هو التعامل ديالنا حنا مع رمضان، أو خاصة مع الوجبات الأكل في رمضان. يعني كندوزو رمضان في الصيام، ولكن ملي كنوصلوا للفطور كناكلوا المجموعة ديال الأغذية أو المواد اللي كتكون خاصة الدهنيات أو المواد اللي كتكون حمضية كثيرة اللي كتأثر لنا على الجهاز الهضمي، ومنها خاصة المعدة اللي كتولي كتجينا واحد الحموضة أو كتحس بالغثيان أو الردة من بعد الأكل، أو كتنفخ أو كنحسوا أغلبية الناس كيوليو يحسوا بألم في جهة المعدة، يعني وكيبدأ يظهر عندنا أعراض ديال القرحة ديال المعدة. هنايا كيكونوا ماشي كاع الناس كيقدروا يحسوا بهذا الشيء، ولكن خاصة الناس اللي معرضين لهذ الأمراض كيكون لا بريديسبوزيسيون ولا كيتسموا دي فاكتور دو ريسك، يعني المسببات اللي تقدر تظهر لنا في رمضان ويبان لنا بأن كاينه قرحة المعدة. ملي كنتكلموا على هذا المشكل، خاصة كيكون عند الناس اللي كياخذوا السجائر بزاف، يعني لي طاباجيك اللي كيكونوا لي طاباجيك كرونيك، يعني الناس اللي كيكميو بزاف في خارج رمضان، وكيظهر لنا هذا الشيء في رمضان حيت كيولي مدة الصيام بنهار، يعني كتبقى المعدة ديالنا خاوية، كتكون لاسيديتي كتقدر حتى هي كتكون طالعه ملي كتاكل، اولا الناس اون فوا كيبدا كيفطر كيكمي كارو اولا كياخذ سجائر اولا اي ماده فيها النيكوتين اللي كتضر بالمعده ديالو، وكتقدر تؤدي لا قدر الله للثقب في المعده. هنايا ملي كنتحدثوا على طاباجيزم كرونيك، اولا كاينين الناس الكبار اللي كيداويو على الم مفاصل اولا كياخذوا بعض الادويه اللي كتكون تهي من المسببات ديال قرحة المعدة واللي كتقبل لنا المعدة. دونك ملي كنقولوا قرحة المعدة اولا لي كومبليكاسيون اولا اللي كتسمى لي كومبليكاسيون ديال قرحة المعدة، يعني سواء غادي يكون عندنا النزيف داخلي، يعني كيولي الانسان كيدوز بالدم، اولا كتثقب كاريمون المعدة ديالنا وكيخرج هذاك لي زاليمون اولا لي سوك ديجيسيف خارج المعدة وكتدخل لنا في البطن ديالنا، وكتكون هذه حالة مستعجلة اللي اي واحد حس بها خاصو يمشي يشوف الطبيب الاختصاصي اولا المستعجلات بشكل سريع، لانها كتؤدي لا قدر الله للوفاة. اذا ملي كندويو على قرحة المعدة خصنا اوكور ديال رمضان، يعني الانسان ولا الناس اللي كيعانيوا بالم دائما في المعده ديالهم اولا الحموضه كياخذوا بعض المواد، يعني سواء طبيه او طبيعيه. ملي كندويو على المواد الطبيعيه يعني خصنا نقصوا من المواد اللي حامضه شويه، العصائر اللي حامضه باش تاخذها في الاول ديال الفطور ديالك، من الاحسن نتجنبوها باش ما نطلعوش لاسيديتي اولا الحموضه ديال المعده ديالنا. نحاولوا نتجنبوا السجائر اللي كثيره اولا اون فوا كيتم الناس كياخذوا مده السجائر بشكل مسترسل حتى هو كيأثر على المعده. لهذا المرض اللي كيجي غالبا للناس الشباب اللي كيكونوا مدمنين على السجائر، او لا الناس الكبار اللي كياخذوا الادويه المضره بالمعده. اذا ملي كنقولوا على ثاني الجهاز الهضمي كامل، الناس كيحسوا بانتفاخ في الامعاء، هذا ناتج حتى هو ماشي على رمضان، ولكن الطريقه ديال الناس الطريقه اللي كيتعاملوا معها بالاكل في رمضان، يعني كياخذوا كميات كبيره في واحد المده قصيره كيكون فيها كثير من الكربوهيدرات، يعني كناخذوا هذاك العسل السكر الابيض، كناخذوا داكشي اللي مقلي، كتاخذ بحال الفطائر اللي كتكون مقليه او طيبه في الزيت،
هاد المواد كامله اللي كتاخذها في مده قصيره بيان سور غتعطينا عسر الهضم، غتعطينا انتفاخ، غتعطينا احساس بالغثيان، وغتخلينا ما غاديش نقدروا نكملوا يعني الليل ديالنا، ما غاديش نكونوا مرتاحين. يعني اون فوا كتفطر ما كتبقاش تقدر تاكل من وراها، اولا كتحس براسك ديما عندك لانكونفور، يعني ما مرتاحش في البطن ديالك، اولا كيبانوا لي غاز عند الانسان. هذا الناتج على الطريقه ديالنا في الاكل. اذا خصنا ضروري من بعد الصيام كناخذوا كميات قليله، كميات من الاحسن تكون طبيعيه، يعني شي حاجه اللي تكون طبيعيه كالفواكه او الخضر اللي خاصها تتناول بشكل معتدل بشكل معقول في وقت الفطور، وما نكثروش من الدهنيات او المقليات في وقت الفطور. وان شاء الله الله يدوز هذا رمضان بخير على خير على الجميع. شكرا لكم. خرجوا ما تنسوش ابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو مع صحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديروا جيم وما تبخلوش علينا بتعليقاتكم وملاحظاتكم.